الإدارة امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي وحكت عليها مختلف وسائل الإعلام البركاج اللي صار لركاب القطار المتجهل غير ديماي وصار لهم بركاج في حي هلال في تونس العاصمة، فما برشا مصابين وليلة مرعبة الحقيقة عدوها الركاب من عطران هدايا. حضر معنا سمية وهي شهيدة عيان وكانت موجودة في الفترة امبارح. سمية مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك. عسلامة. مرحبا يا عايشة. الحمد لله على سلامتك يا عايشك. خليك شنو اللي صار بالضبط؟ توقيت والأحداث كيفاش بدأت وكيفاش تعديت عليكم ليلة امبارح؟ باهي. امبارح كالعادة تران جاي هو توقيت في العادة 5:15، أنا كيما كل مرة يعمل ريبير نتاع ساعة ساعة غربة، جاي مع جاي تران اللي مش مستانس يخرج 5:15، جاي تران 6:15 قبل. بما أن هذاك التران متوفر متاع بنزار طلول ومتاع باجة ففيه تأخير برشا، خرج التران في التوقيت متاعه 6:15. خرجنا من نفق متاع حي هلال هذاك اللي بعد برشلونة وتوقف القطار على الحركة. يا أخي احنا عرفتك اللي المنطقة ماهيش آمنة، الناس كلها باش تخاف معناها في المنطقة هذيك. قعدنا نتسائل ومانيش عارفين علاش التران توقف، قعدنا نتسائل شنو السبب. بعد ظهر اللي متسكنين اللي غاديكا حطوا حجر كبير قدام التران باش يعجز على الحركة ويوقفونا وباش ينجمو هما يعملوا البراكاج نتاعهم. سرب التران ما تقلبش بالطبيعة الحمد لله اللي هو ما جاش فيه، معناتها هو التران على خاطره معناتها قديم برشا ماهوش يجري ماهوش في حالة سرعة، ما كان جا التران في حالة سرعة وما يقف كان في المحطة نتاعو التران يتقلب بينا. كي وقف التران فسخنا تعليم الداخل، خرجنا لبرا في القاعدين بيبي كي نشوفوا في عباد صغار من 13 سنة ل 18 سنة أكبر واحد فيها متلثمين جايين في يدهم عصاية كبيرة وحجر ويضربوا في التران. التران ما قال حتى حاجة، لازم خاطر يخرج وإلا باش يطلعوا ويضربونا احنا باش يطلعونا في التران داخل. لازم يخرج بينا. دونك وخر وقدم وباش نجم يبعد الحجر هذاك يحاول يبعده من قدامه، أما قاعد الحركة نتاعو ماهيش سريعة بطيئة. إي بطيئة برشا. معناتها قاعد يوخر ويقدم باش يزيح الحجر، معناتها باش يضيع الحجر من ومن. إي باش يزيح كيف أنا فما رجال برا قالوا لنا أدخلوا أدخلوا، سكروا البيبان في كل فاقون فيها زوز بيبان، شدوا برشا رجال كل بيت باش يحميونا. وبعد احنا قعدنا شادينا بلايصنا وقالوا ان شاء الله نتعدى سلامات. في انتهاء الحجار يضرب فينا بالقوية بطريقة غير عادية، مستانس عادة في البلار ولا يضرب فيكم في البلار نتاع شبابك؟ في البلار نتاع شبابك. احنا مستانسين بالحادة هذيك كل يوم قاعدة تيرن، يا يحطوا على فما صغار يقعدوا قدام السكة يتكيوا، يا اما يحطونا عصي يا اما يحطونا حجر، معناها في الحاله هذيك يوميه معناها الحالتين يوميا قاعدين تتعرضوا لضرب الحجر. يوميا ضرب الحجر يوميا. وما فماش حاكم، كلمنا الحاكم كلمنا الحمايه ما جانا حتى حد، ما تدخل حتى حد. قعدتوا معناتها تواجهوا في مصيركم وحدكم، انتم ماهوش شوفير نتاع ترافلا ويا نمنعوا يا يصير فينا ما يصير معناتها. اي احنا ما كناش في بالنا باش نمنعوا على خاطر دخلنا في حاله هستيريه. ضرب اللي خلاه التران امبارح، تخيل انت البلاد نتاع التران دوبل يكسر الدوبل. فوالا التصوير موجود على الفيديو موجود على صفحتنا. اي هذاك صورته انا الكل. فوالا الفيديو البلاد مكسر. انا هبطتهم. وبعد الضرب هذاك فما ناس ضربت معناتها كانت اصابات على مستوى في من ركاب التران. يضربوا العباد فما شكون ضرب اصلا. انا كي الطفله اللي فوقي كي هديت راسي باش نسمع في التكاي فوقي والكل، هديت راسي باش نشوف نلقى الطفله اللي فوقي وجهها الكل بالدم، يدها كلها بالدم وتقطر فوقي. معناتها فوقك معناتها انتم طحتوا فوق بعضكم هكا معناتها؟ اي احنا ولينا فيا ما عادش نجموا عاد نقعدوا في الكراسي، الكراسي هذوكم ما خليناهم كنا منبطحين فوق بنات واولاد فوق بعضنا، ما عادش مفرقين عرفت شكون فوق شكون. تلقى طفلة فوق طفل فوق طفلة عادي معناه جوست أعطينا نتخبى نمنعوا معناها بعضنا. أي أعطينا نمنعوا الحجر كبير،
الحجر يمكن كين يحجر بحجرة في راسه تيجي ارتجاج في مخه معناه. والبنية اللي كانت معاك الإصابة متاحة قعدت معناتها بالإصابة هذيك حتى وصلت ترا ولا كيفاش عملتولها شنو اللي صار بالضبط؟ قلت لي ما جاتش الحماية وما جا حتى حد. فما اللي أيقظ بالإصابة متاحة ما جانا حتى حد، كلمنا ما يجاوبوش فينا، ما جانا حتى حد، ما فما حتى تدخلات. وعلى فكرة كل يوم راهم يكلموا جماعة الحاكم يقول لهم لازمنا تأمين على خاطر رانا ما نجموش نتعدى الجمعة اللي فاتت. فما كونديكتور حلوله شطر وجهه قاعدوا يستناو، وفي كونديكتور في نفس المنطقة في حي هلال في نفس المنطقة في نفس المنطقة نضربوا في نفس المنطقة ويصير لنا المشكل في نفس المنطقة وفي نفس البلاصة. ولا حاكم ولا حد شيء ما تفهمش مأمن ولا شيء. ما فماش لا حاكم ولا امن، ما فما حتى شيء، ما فماش حتى تطورات معناها، حتى نكلموهم نحكيو معاهم، حتى ترى ما هو سيكيوريزي، ترى من عام 80 نطلعوا فيه. ما هو سيكيوريزي، ما انت ترى سيكيوريزي، نجم تسكر على روحك اموال بيبان، تسكر حاجه تعمل كليماتيزي، نجم تقعد الداخل، العباد تقعد لبرا في البيبان، تهرب من البرد. مع الهواء معناتها، شويه نسمة. شويه نسمة تلقى شويه معها شويه حجر. المصابين قداش اللي شفتهم انت معناتها كشهيدة عيان موجودة في العدد؟ في الفاجون الاخراني اللي طلع فيها انا ثلاثة. وواحدة في حالة هستيرية أنا نقيم فيها نقولها رانا تعدينا لاباس سلامات، نفصل متكر عليها الراجل بجنبها يقول لي أمان إذا شوفها، وهي تتيح وتقول لي لا في بالها سي بون معناتها فما شكون قاعد يضرب فيها والكل، وتقول لي لا أمان ليس يبني عايشك، نقول لها راهو أنا مع من اللي معاك رانا لاباس الحمد لله لاباس تعدينا. بعد كان في منو موقف وفي من نوبة إلا إحنا ما حبيناش نطلعوا في الترا، ما حبيناش نكملوا طريق باش جاي الحاكم. كيف جاي قال إحنا ما عندنا حتى دخل البلاصة هذيك المنطقة ما تبعتنا، إحنا تابعين ولاية من نوبة. قلت له تنجموا تدخلوا تكلموا زملائكم. هنا حل لا يجي حال الرتاش، لا يجي الحالة الوضع الخايب اللي فيه الترا، واللي يزيد كل يوم تروح تقعد ماكش عارف توصل سلامات وإلا ما توصل سلامات. يا لطيف فوالا الحمد لله على سلامتكم، ولو معناتها باضرار معكم معناتها نجم نقول كان الحمد لله على سلامتكم وانكم وصلتوا. ربما شجاعه هي من سايق التران وصلت بكم اثنين، لانه كان ينجم يصير من يحمد عقباه اكثر من هكا معناتها تحمس وريته وكمل اثنين، وبختار اثنين مسكره بالحجر معناتها السكه سكروها عليه بالحجر باش ينجموا ينفذوا الاعتداءات نتاعهم. على كل على وزاره الداخليه التدخل في هذا الموضوع شهاده صادمة الحقيقة مرعبة مخيفة. احنا قادمين على عودة مدرسية وجامعية، فما طلبة وتلامذة باش ياخذوا الترام وتصير الحكايات هذيا الحقيقة شيء خوف. يعطيك الصحة مدام سمية، شكرا لك على كل اللي ضحت لي قدمتها وشهادة العيانة اللي قدمتها. هذه راكبة من ركاب القطار كان متجهة امبارح باتجاه غار ديما وعلى مستوى حي هلال، يصير لهم براكاج ويوقفوا لهم الترام بالحجر على السكة وينفذوا فيهم الاعتداءات اللي صارت الكل، وأيضا حتى اللي ربما ما جاتوش حجر ولا ما تضربش بالنار ولا اكسيتيرا راهو صار فيه مسار بالرعب النفسي والخوف. وفما ناس راهي تقعد معناتها خايفه لاشهر وما تعدهاش بالصيف، فما ناس تولد ما حتى ما عادش ترقد من الخوف اللي تعداو به. ان شاء الله سلامات للناس الكل اللي كانت في الترا هذايا.